السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء، متتبعي قناة أم آدم سعيد، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال البيني بطريقة يعني صحية جدا في الفرن بدون قلي، كتجي رائعة، هشيشة بحال القطن. نتمنى أنكم تتبعوا الفيديو لآخره، ونتمنى من المتتبعين الجدد أنهم يشاركوا في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، ثم الضغط على زر جرس ليصلكم كل جديد ويصلكم الفيديو يعني في وقت وضعه على اليوتيوب. والآن ننتقل لإن شاء الله تعرف على المقادير وعلى الطريقة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو: 300 غرام ديال الطحين او الدقيق، ملعقة ديال ياغورت او زبادي، ملعقة ديال الزبدة، خميرة الحلوى او بيكين بودر، ثم واحد كيس ديال الفاني. غنحتاجو كذلك هنا عندي الملح، وملعقة السكر، ملعقة ديال الخميرة، نصف كأس حليب، ثم نصف كأس ماء يكونوا دافيين. الى هنا يعني جاتنا العجينة جارية يعني بهاد يعني وضعنا العناصر كلها وضعنا الدقيق وجاتنا جارية، فتنزيدو الدقيق. هنا غادي نوضع الماء والحليب مع الخميرة، نخليهم يتفاعلوا واحد شوية، تقريبا واحد دقيقة بين ما تفاعلوا ليا. هنايا من بعد ما تفاعلوا فغادي نضيف جميع المقادير اللي عندي فوق الطبلة، ونخليو الدقيق هو الأخير. غادي نوضع الملح، ونوضع السكر، ثم هنايا كنوضع الفاني، غادي نوضع كذلك الزبدة، ثم الياغورت أو الزبادي. هنا الياغورت ماشي ضروري أنه يكون مسوس أو لا، غادي نضيف هنايا الدقيق ديالي بشوية بشوية، ونضيف معه خميرة الحلوى، ونخلط المكونات بيدي حتى كنحصل على واحد العجينة تكون لينة، ما تكونش قاسحة بزاف، يعني تكون شوية كتلصق في اليدين، ما نقصحوهاش باش يجينا البيني هو هذاك مزيان. غادي نقوم بالخلط بهذا الشكل هذا حتى كنحصل على عجينة كما قلت لكم تكون لينة. هنايا كما كتشوفوا فالعجينة ديالي بهذا الشكل هذا، كنخليوها شوية مطلوقة. غادي نغطيها الآن ونخليها واحد الساعة تخمر إن شاء الله، ونرجعو باش نحضروا البيني ديالنا. هنا من بعد ما خمرت لينا كما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالها، من بعد غادي ناخذ العجين ديالي ونساعدو بالدقيق ونجمع العجين بهذا الشكل كما شفتوا، فهو تيجي مطلوق، ما نديروهش يعني قاسح، خاصو يجي مطلوق. من بعد كنبسطوه بالمدلك، نجمعوه ونبسطوه بالمدلك بهذا الشكل هذا، وتنخليوه شويه غليظ، يعني ما نرققوهش بزاف. هنا البيني كيبغي يجي شويه غليظ كما كتشوفوا معايا، نخليو فيه واحد سنتيمتر على الاقل، ولا واحد ونص في العرض ديالو كما كتشوف. انا خليته شويه غليظ، ما رققتوش. الان غادي ناخذ المول ديالي اللي غادي اولا القطاعه اللي غادي نقطع بها هذا البيني هذا، قطاعه تكون دائريه، ونقطع بهذا الشكل هذا البيني ديالي كما كتشوفوا. من بعد كناخذ قطعه صغيره او الغلاقه ديال البيدو، وتنقطع بها يعني الوسط او التجويفة اللي كاينه في الوسط باش يعطيونا داك الدائره اللي تتكون في الوسط مثقوبه بهذا الشكل هذا. غادي نستمر حتى كنكمل البيني كامل. هنا من بعد ما صيبته فكناخذو ونحطو في الصينيه اللي غادي ندخلوها للفرن، غادي نحيدو داك الوسط ديالو ونوضعه بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا فكيجي غليظ، ضروري انكم تخليوه غليظ، الا درتوه رقيق فغادي يجيكم في الفران ما غاديش يطلع وغادي يقساح لكم، فمن الاحسن خليوه شويه غليظ بهذا الشكل هذا، فراه كيخمر وكيطلع وتيجي يعني خفيف من الداخل كما كتشوفوا الغلد اللي خليت فيه. هنا من بعد ما كملت غادي نغطيه وغادي نخليه يخمر واحد نصف ساعة ان شاء الله،
ومن بعد غادي نتلاقاو باش غادي ندخلوه ان شاء الله الفرن. هنا من بعد ما خمرات لينا العجينه كما كتشوفوا كنشوفوها خمرات، فقط كنزولوا عليها البلاستيك الغذائي وتندخلوها للفرن ساخن، درجه الحراره ديالو 180 درجه يكون سخون عاده باش ندخلوها. خليوها طيب من الفوق ولتحت الا كان عندكم فران ديال الضوء، الا كان عندكم ديال الغاز نشعلوا عليها لتحت حتى تنفخ تنفخ مزيان، عاد باش نشعلوا عليها الفوق. هنا كندهنها بالحليب عاد باش غادي ندخلها، وان شاء الله نتلاقاو مع تزيين ديال هاد لي بيني. هادو لي بيني ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفرن كما كتشوفوا كيجيو مشهيين، يعني كيشهيو يعني تكالوا هكذا بلا تزيين، يعني رائعين رائعين جدا، وهشاش كما كتشوفوا معايا هشاش وخفاف. هنا بالنسبه للتزيين فاختاريت لكم ثلاثه طرق، ربما تكون يعني عاديه لكن كتجي جميله وبسيطه. هنا غادي ناخذ السكر بودرة او السكر غلاسي او السكر الثقيل، وغادي نخلطو مع شويه ديال الماء، تقريبا ملعقه نصف كاس مع ملعقه ديال الماء، نصف كاس سكر مع ملعقه الماء، تنخلطو بهذا الشكل هذا حتى كيذوب ليا السكر. وغادي ناخذ البيني ديالي غادي نغطسو في هذا الخليط، من بعد غادي نغطسو في السكر الخشن او السنيدة او السكر حبيبات. هنا انا كنشرح يعني بالنسبه للناس اللي في الدول العربيه ما تيكونوش عارفين بعض المصطلحات المغربيه. كنستمر بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا حتى كنحضر البيني العدد الكافي اللي بغيت نزين به بهذه الطريقه هذه. من بعد الطريقه الثانيه اختاريت ليها الشوكولات الابيض كما كتشوفوا، فانا ذوبته مع شويه ديال الحليب، دخلته للميكرووند وذوبتو، وكما كتشوفوا غادي نغطسو بهذا الشكل هذا، غنغطس البيني ديالي في الشوكولات وغادي نوضعهم في يعني في شي بلاصه باش يتقطروا لينا، لان كما كتعرفوا الشوكولات فكيبقى يدلى في الجوانب ديالهم. انا يعني ما بغيتش انا نعطيهم داك الشكل الابيض من الفوق، لا، داك الشيء باش ضفت ليه الحليب، بغيت فقط يعطيني واحد شي باش ما يجيش كيقهم بزاف وما يجيش حلو، فقط شويه اللي بغيت انا نضيف ليه من الفوق. من بعد كناخذ الشوكولاته السوداء وتنزين بها بهذا الشكل هذا، كيجي منظر بسيط وزوين بزاف كما كتشوفوا معايا. من بعد يعني الشكل الثالث اللي اختاريت يعني عكس الشكل الثاني، غادي نغطسو في الشوكولات الاسود، كذلك الشوكولاته السوداء ذوبتها مع شويه ديال، درت معاها درتها في الزلافه ودرت ليها شويه الحليب ودخلتها للميكرووند، اولا ديروها نتوما في حمام مريم حتى كيذوب لكم الشوكولاته ديالكم وتستعملوه. ديروا معاه اما الحلوى، اما اعتذر ضيفوا معاه اما الحليب ام الزبده. هنا من بعد ما ساليت غادي نزينو بالشوكولاته البيضاء من الفوق، يعني اشكال بسيطه لكن كتجي مشهيه ولذيذه وعزيزه على الدراري الصغار. وهالبيني ديالنا كما كتشوفوا من بعد ما كملت، فهادو هما الشكيلات اللي اختاريت، جميلين وبساطين. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم هي فازينتهم بالقليل من الفيرميسيل الملون من الفوق، قليل فقط ما بغيتش نكثر باش ما يجيوش معيقين. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكما العاده ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيو القناه، وكذلك مرحبا بكم في الجروب الخاص بالقناه او المجموعه على الفيسبوك الخاصه بالقناه، غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو، كذلك صفحه القناه غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو. وما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم والى اللقاء، ولاي وصفه اي طلب حطوه ليا في التعليق ان شاء الله وندرجو لكم في القناه. وبسلام عليكم الى وصفه مقبله ان شاء الله، بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله.